هنحل بإذن الله النهاردة النموذج الأول في الجبر تاني إعدادي الترم التاني. أول سؤال بيقول لي أكمل ما يأتي، قول لي كتبت جميع حروف كلمة المنصورة على بطاقات، فإذا سحبت بطاقة واحدة من هذه البطاقات عشوائيا فإن احتمال أن تحذف حرف الصاد ده الاحتمال بتاعها بيساوي إيه؟ الأول إحنا عندنا الف اللي هي فضائل العينة، فهو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة الحروف دي اللي هي ألف ولام وميم اللي هي الحروف كلها بتاع المنصورة، ونون وصاد وواو وري وتاء مربوطة. فدول كام حرف؟ أنا 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8 حروف. هو عايز الاحتمال اللي تحمل حرف صاد. دلوقتي حرف صاد ده حرف واحد بس من ضمن كام حرف؟ من ضمن مجموعهم اللي هو 8 حروف. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كان س زائد ص بتساوي 4 وس ناقص ص بتساوي 2 فإن س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي إيه؟ إحنا عندنا الس تربيع ناقص الص تربيع اللي هي الفرق ما بين مربعين، كنا بنفكها بقوسين مرة موجب ومرة ناقص. س تربيع تتحلل لس في س والص تربيع تتحلل لص في ص. هو عاطيلي إن الس زائد ص ب4، يبقى الس زائد ص دي هعوض عنها بكام؟ ب4 في السين ناقص صاد، هو عطاها لي ب2 هعوض عنها ب2، يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8. يبقى السين تربيع ناقص الصاد تربيع بكام؟ ناقص الصاد تربيع بتساوي 8. بيقول مجموعة حل المعادلة سين تربيع ناقص 1 بتساوي 8 حيث أن السين تنتمي لصاد الموجبة. أولا عشان أجيب مجموعة حل المعادلة لازم أخليها معادلة صفرية، يبقى أنا هودي التمانية جوه، يبقى ده السين تربيع ناقص الواحد ناقص التمانية بتساوي صفر، سالب 1 وسالب 8 يبقى سالب 9. طيب بعد كده هحلل المعادلة عادي، يبقى السين ناقص 3 في سين زائد 3، الكلام ده عنده هيساوي صفر، لا إما السين ناقص 3 هتساوي صفر لا إما السين زائد 3 هتساوي صفر. لما أودي التلاتة السالب 3 الجنب التاني وأروح بعكس الإشارة يبقى السين هتساوي 3، ولما أودي الموجب 3 بعكس الإشارة يبقى السين هتساوي سالب 3. سالب 3 ده عندي مرفوض، ليه؟ هو قايل لي ان السين تنتمي لصاد ايه؟ الموجبة، يبقى السين يبقى مجموعة الحل عندي المجموعة كام؟ المجموعة 3 بس. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. اذا كان 2 اس س بتساوي 3 فان 8 اس سالب س بتساوي كام؟ انا عندي ال 8 دي عبارة عن 2 اس 3 وهي كل اس سالب س، انا ممكن ادخل السين جوه، ممكن ادخل السين جوه يبقى 2 اس س كل اس سالب و3 هطلعها بره يبقى سالب 3. انا عندي ال 2 اس س هي عطالي بكام؟ ب3، يبقى 3 اس سالب 3. طالما في عندي سالب يبقى 1 على 3 اس كام؟ اس 3. انا عندي 3 اس 3 عباره عن كام؟ عباره عن 3 في 3 في 3، يبقى 1 على كام؟ على 27. يبقى 8 اس سالب س دي بكام؟ ب1 على 27. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بقول لي عايز مجموعة حل المعادلة تربيع ناقص 3 س بتساوي صفر في ح، هي ايه؟ لما احلل المعادلة دي هحللها 3 دي هتحلل س في س واحلها مرة موجب ومرة ناقص، التلاتة ممكن احللها جذر 3 في جذر 3 بتساوي صفر، يبقى الكوس ده بيساوي صفر والكوس ده بيساوي صفر، الس زائد جذر 3 هيساوي صفر والس ناقص جذر 3 بيساوي صفر. لما اودي موجب جذر 3 الجنب التاني هيروح بعكس الإشارة يبقى س هتساوي سالب جذر 3، ولما أودي سالب جذر 3 الجنب التاني هيروح بعكس الإشارة يطلع بكام؟ بموجب 3. يبقى مجموعة حل المعادلة هي سالب جذر 3 وجذر 3، يبقى موجب جذر سالب جذر 3 وموجب جذر 3. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بقول لي اختر الإجابة الصحيحة، أعطيلي س تربيع س زائد 2 الكل تربيع بتساوي كام؟ لو احنا فاكرين كنا بنفك دي ازاي، كنت بقول الاولاني تربيع اللي هو السين تربيع زائد الاخراني تربيع اللي هو 2 اس 2 بكام؟ ب4. بعد كده بضرب ده في ده في ده، 2 في 2 في س بكام؟ بموجب 4 س. يبقى الاولاني تربيع الاخراني تربيع، بعد كده بضرب الاس في ده في ده، 2 في 2 ب4 في س ب4 س. طيب هنشوف بعد كده مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص 9 في ن هي ايه؟ انا قلت طالما هجيب مجموعة حل المعادلة يبقى لازم اخليها معادلة صفرية، بس س تربيع ادخل ال 9 دي جوه
تدخل بعكس الإشارة يبقى س تربيع ناقص 9 بتساوي 0. أحللها المرة س في س، والتسعة عندها تتحلل لتلاتة في تلاتة، مرة موجب ومرة ناقص، يبقى الس زائد التلاتة مرة هتساوي الصفر، والس ناقص التلاتة هتساوي الصفر. لما أودي التلاتة الجنب التاني هيروح بعكس الإشارة، يبقى الس هتساوي سالب تلاتة، ولما أودي السالب تلاتة الجنب التاني يبقى الس هتساوي تلاتة. يبقى مجموعة الحل هي سالب تلاتة وتلاتة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. إذا كان المقدار الثلاثي س تربيع زائد ك س زائد 36 مربعا كاملا، فإن ك تساوي إيه؟ ك اللي هي الوقت هنا إيه؟ في الحد الأوسط. لو إحنا فاكرين قانون الحد الأوسط كان بيساوي إيه؟ كان بيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول في جذر الحد الأخير أو الثالث. يبقى يساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأولين اللي هو س تربيع والحد الأخرين اللي هو 36. يبقى الكلام ده هيساوي موجب او سالب 2، جذر س تربيع جذرها بس، وجذر الست احنا جذر ال 36 عندي بكام؟ ب 6. 2 في 6 ب 12 س، وانا عندي موجب او سالب وعايز قيمة الكاف، يبقى الكاف عندي هتطلع بكام؟ بموجب او سالب 12. تعال نشوف السؤال اللي بعده. إذا كان س زائد 1 لكل تربيع كان أحد عوامل المقدار س تربيع ناقص 1 لكل تربيع، فإن العامل الآخر هو إيه؟ لو إحنا فاكرين أنا عندي س تربيع ناقص الواحد دي عبارة عن إيه؟ أنا ممكن أفك أدك قوس كل تربيع أهو كبير ده اللي بره خالص ده، أفك س تربيع ده هفكها لمرة س في س ومرة واحد في واحد ومرة موجب ومرة ناقص. أنا ممكن أنزل القوس ده هنزله مرة هنا ومرة هنا، يبقى الكلام ده هيساوي س زائد واحد كل تربيع في س ناقص واحد كل تربيع. هو عطيلي ده العامل الأول، يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن العامل الآخر. يبقى العامل الآخر هو إيه؟ هو س ناقص واحد لكل تربيع. عند إلقاء حجر نار منتظم مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي فإن احتمال ظهور عدد يقبل القسم على 3. الأول إحنا عندنا فيه بإيه؟ من 1 ل 6، 1 2 و3 و4 و5 و6. هو عايز ظهور عدد يقبل القسمة على 3. اللي يقبل القسمة على 3 عندي ايه؟ التلاتة، واللي يقبل القسمة تاني ايه؟ الستة. هو عايز الاحتمال، يبقى الاحتمال هيساوي ايه؟ عددهم ده 1 2 على مجموعهم، مجموعهم عندي اللي هو كام رقم؟ 6. يبقى هيساوي كام؟ 2 على 6، ولما اختصر على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة. شوف السؤال اللي بعده. بقول لي حلل كل من المقادير الآتية. أعطيلي س تربيع زائد 8 س زائد 15. هنحللها إزاي؟ إحنا عندنا ال 15 دي هنحللها ل 3 في 5. س تربيع هنحللها س في س، وال 15 عبارة عن 3 في 5. هو عايزها موجب 8 س، أدى 5 س وأدى 3 س، وأنا عايزها موجب 8 س، يبقى الاتنين موجب. يبقى أنا الس زائد التلاتة في س زائد الخمسة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. عايز برضك يحلل 2 س تربيع زائد 7 س زائد 3. 2 س تربيع دي انا ممكن احللها ب 2 س في س، وال3 عبارة عن 1 في 3. 2 في 3 ب 6 س، 1 في س ب س. انا عايزها موجب 7، يبقى الاثنين موجب. يبقى 2 س زائد 1 في س زائد 3. هنشوف السؤال اللي بعده. عايز يحلل سينوس 3 ناقص 1. كنا بنحلل الفرق ما بين المكعبين، كنا بنحلله قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير ده كان عبارة عن س ناقص 1، بعد كده كنت بجيب مربع الأولاني اللي هو س تربيع زائد مربع الأخراني اللي هو مربع الواحد بواحد في واحد اللي هي بواحد، بعد كده بعكس إشارة اللي في النص هنا. لو كان ده ناقص يبقى ده زائد. بضرب ده بده، 1 في س بكام؟ بس. يبقى الكلام ده عندنا هيساوي س ناقص 1 في س تربيع زائد س زائد 1. تعال نشوف السؤال اللي بعده. أعطيلي أ س ناقص 7 أ زائد 3 س ناقص 21، عايز أحللها. لو لاحظت هلاقي إن دي هنعمل تحليل، حاجة اسمها تحليل بالتقسيم. هاخد كل اتنين فيهم عامل مشترك مع بعض، أنا ممكن آخد دول مع بعض ودول مع بعض. لما آخد من هنا عندي أ وهنا أ، فأنا هاخد الأ عامل مشترك، هيتفضل لي من هنا س،
ناقص، وهيتفضل من هنا كام؟ 7. هاخد من هنا عندي هنا التلاتة وهنا الواحد وعشرين، هاخد العامل المشترك اللي يقبل عليهم الاتنين التلاتة، واللي هيتفضل من هنا هيتفضل سين، واللي هيتفضل من هنا هيتفضل 7. لاحظت ان ده هو نفسه ده، هاخده برضك عامل مشترك تاني يبقى سين ناقص 7، هيتفضل لي من هنا ألف، ويتفضل لي من هنا كام؟ التلاتة. يبقى المقدار ده بيساوي كام؟ س ناقص 7 في ألف زائد 3. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الرابع بيقول لي إيه؟ بيقول لي اختصر لأبسط صورة، عايز 4 أس نون في 6 أس 2 نون على 2 أس 2 نون في 3 أس 2 نون. الأول إحنا عندنا الأربعة دي عبارة عن إيه؟ الأربعة دي عبارة عن 2 أس 2، وهي أصلا كل أس كام؟ أس نون. في الستة دي عبارة عن 2 في 3، والستة دي عبارة عن الستة دي كانت أس 2 نون. الاتنين أس 2 نون زي ما هي، والتلاتة أس 2 نون زي ما هي. بعد كده هضرب اللي جوه مع اللي بره، 2 في نون يبقى 2 نون، يبقى 2 أس 2 نون في هنا، هوزع الأس مرة هنا ومرة هنا، يبقى 2 أس 2 نون في 3 أس 2 نون. دول هسيبهم زي ما هما، الاتنين أس 2 نون في 3 أس 2 نون. تعال نصفي كده. انا عندي هنا الاثنين اس 2 نون، وهنا 2 نون، يبقى 2 نون زائد 2 نون. اي حاجه تحت اخدها بعكس الاشاره، عندي دي موجبه تبقى سالب 2 نون. في عندي ده الثلاثة، 3 فوق عندي هنا فيها 2 نون، وتحت عندي هنا ب 2 نون، يبقى ناقص 2 نون. 2 نون و2 نون، الموجب 2 نون هيروح مع موجب 2 نون. انا اسف، ده ايه؟ ده 2 اس 4 نون، ودي 2 أس 4 نون. يبقى الوقت 2 نون و2 نون، يبقى 4 نون هتروح مع السالب 4 نون، وال2 نون هيروح مع ال2 نون، يبقى يتفضل لنا 2 أس 0 في 3 أس 0. أي حاجة أس 0 ما عدا الصفر طبعا بواحد، يبقى 2 أس 0 بواحد، و3 أس 0 بواحد. واحد في واحد بكام؟ بواحد. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي أوجد مجموعة الحل للمعادلة الآتية، حيث أن س تنتمي لح، أعطي لي س تربيع ناقص 8 س زائد 12. هنحللها بطريقة المقص، أدا س تربيع تتحلل لس في س، وال 12 هتتحلل لكام؟ 3 في 4، مش هتنفع، هتتحلل 2 في 6. 6 في س ب 6 س، و2 في س ب 2 س. أنا عايز سالب 8، يبقى الاتنين هياخدوا سالب، يبقى هنا سالب وهنا سالب، يبقى س ناقص 2 في س ناقص 6، والكلام ده عندي بيساوي صفر. يبقى مرة القوس ده بصفر ومرة القوس ده بصفر، يبقى الس ناقص 2 هتساوي الصفر، والس ناقص 6 هتساوي الصفر. لما أودي السالب 2 الجنب التاني هيروح بعكس الإشارة، يبقى الس هتساوي 2، ولما أودي السالب 6 بعكس الإشارة، يبقى الس هتساوي 6. يبقى أنا كده طلعت مجموعة الحل ب 2 و6. تعال نشوف السؤال اللي بعده. كيس يحتوي على عدد من الكرات المتماثلة، منها 5 كرات بيضاء والباقي من اللون الأحمر، فإذا كان احتمال سحب كرة حمراء كان بيساوي 2 على 3، فأوجد العدد الكلي للكرات. أولا عشان نحل السؤال ده، إحنا عندنا احتمال الحدث، القانون كان بتاعها بيساوي إيه؟ كان بيساوي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة. هو عطيلي ان احتمال الكرة الحمراء، قال احتمال سحب الكرة الحمراء كان بيساوي 2 على 3. طب انا هستنتج من الكلام ده ايه؟ يبقى احتمال الكرة ان هي تكون بيضاء، اذا كان دي ب 2 على 3، يبقى البيضاء هيبقى التلت. ليه؟ لما اطرح 1 ناقص 2 على 3 هتطلع بكام؟ بتلت. يبقى هو عايز العدد الكلي للكرات، يبقى انا لازم اجيب احتمال الكرات البيضاء الاول، واجيب بعد كده عدد عناصر كل اللي هو فضاء العينة. احنا عندنا احتمال الكرة البيضاء هيساوي ايه؟ هو عطيلي كام كرة بيضاء؟ 5، على عدد عناصر فضاء العين اللي هو العدد الكلي يعني. الكلام ده كان بيساوي كام؟ انا قلت احتمال الكرة البيضاء كان بيساوي تلت. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب دي اجيبها ازاي؟ يبقى عدد عناصر فضاء العينة هيساوي ده اللي هو من قوسين كده العدد الكلي للكرات. الكلام ده هيساوي كام؟ يبقى 5 في 3، يبقى الكلام ده هيساوي كام؟ هيساوي 15. 15 ايه؟ كرة. يبقى احنا جبنا احتمال، احنا عندنا احتمال الكرات الحمراء كانت ب 2 على 3، يبقى الكرات البيضاء يبقى تلت،
وانا عشان اجيب الاحتمال كان بيساوي، هو عاطي لي عدد الكرات البيضاء 5 على عددهم، على عدد الكرات كلهم اللي هي عدد عناصر فضل عليها. تمام. طيب احنا طلعنا الاحتمال بتلت، وهضرب طرفين في وسطين، يبقى عدد عناصر فضال عينة هيساوي كام؟ هيساوي 5 في 3، ده اللي هو العدد الكلي للكرات. تعال نشوف السؤال اللي بعده. إذا كان 3 أسسين بتساوي 27، وعطيلي إن 4 أسسين زائد ص بتساوي 1، بيقول لي في أوجد قيمتي س وص. الأول إحنا عاطلنا إن 3 أسسين بتساوي 27، أستفيد إيه من الكلام ده؟ أنا عندي ال 27 دي الأول عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 أس 3. يبقى الكلام ده عندي هيساوي 3 أس 3، أنا عندي دلوقتي الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس هيساوي الأس، يبقى السين على طول هقول إن هي بتساوي كام؟ بتساوي 3. تعال نشوف اللي بعدها، وعضيل إن 4 أس س زائد ص بتساوي 1. أنا قلت ممكن أخلي الواحد ده أي رقم أس 0، ما عدا الصفر طبعًا. يبقى 4 أس س زائد ص بتساوي 4 أس 0. طب أنا استنتجت إيه دلوقتي؟ أنا عندي هنا الأساس هو نفس الأساس، يبقى الأس هو هيساوي الأس. يبقى السين زائد الصاد هتساوي الصفر. احنا مطلعين السين ب3، يبقى ده 3 زائد الصاد بتساوي صفر. لما اودي ال3 الجنب التاني هتروح بعكس الاشاره، يبقى الصاد هتساوي سالب 3. يبقى انا كده طلعت قيمه الصاد وقيمه السين.